اسعد الله مساكم كل خير يا جماعة الخير، معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة الثالثة من لعبة أستروبوت. تكون نبدأ تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعة الخير، شكرا على دعمكم الجميل والمتواصل، اتمنى توصل دعمكم. وخلونا نكمل، بسم الله نكمل اخوان. الحلقة الماضية كنا بالكوكب ذا، كان الشيء الوحيد المتبقي عارفين اخر شيء كان بقي لي انه يا جماعة الخير شو اسمه المنطقة الجانبية بالمكان ذا. قعدت ادور، صدقوني طولت وانا ادور، اخرتها طلع هنا يا جماعة الخير المكان اللي ادور عليه. عارفين كيف الصراحة بعد ما خلصت الحلقة الماضية قعدت ادور طلع هنا بالنهاية، دورت في كل مكان سبحان الله بس هنا ما جيت. مع انه الحلقة الماضية صدقوني بعد ما قتلت الزعيم جيت هنا كذا عارفين كيف، بس سبحان الله عارفين كيف ما رحت هناك عارفين، وان شاء الله راح نسويها يا اخوان. فخلونا نروح هنا، هنا ابدا ما رحنا عارفين. والحلقة الماضية كمان سوينا كم كوكب هاي يا جماعة، ما جبت فيها الروبوتات كلها بس رجعت وجبتها كلها، فالحين كل شيء اصفر الحمد لله. ايوه لازم نكسرها كذا، حلو حلو. اهم شيء عندنا ايوه المنطقة الجانبية، بس خلينا شفت في شيء هنا ولا هنا. ايوه خلاص كذا ان شاء الله جبنا كل شيء بالكوكب ذا. لعبة جميلة يا اخوان زي ما اقول لكم صراحة، مرة افرح لما اعرف اني بلعب اللعبة ذي. فدحين ايوه راح نروح منطقة جديدة. عارفين رجعت الكواكب اللي سويناها الحلقة الماضية وكلها خلاص صارت اصفر الحمد لله، ولما تخلص الكواكب 100% العالم يصير لونه اصفر. فشايفين رجعت لذا، هذا سويناه الحلقة الماضية فينه؟ ايوه ذا حق ال حق الليجو عارفين كيف؟ كان في اعتقد مكعب واحد جبته عارفين كيف؟ روبوتات جبته الحلقة الماضية كلها شفتوني، بس كان في مكعب واحد انا رحت مع نفسي وجبته يا جماعة. فشايفين الحين كله اصفر كله اصفر الحمد لله احنا كده بالسليم. فدحين يا اخوان خلونا نروح الكوكب ذا، المصباح الكهربائي الليمبو، عندنا 5 روبوتات ومكعبين، فخلونا نروح يا اخوان. لعبة جميلة صراحة، كل كوكب اروح له مختلف، صدقوني ما رحت اي كوكب نفس الكوكب اللي قبله. واضح كذا كوكب على فكرة كيف مظلم. فلعبة جميلة يا اخوان صدقوني جدا مستمتع فيها. ايش عندنا هنا؟ واضح النظام هنا زي كذا، صدقوا لي كان في لعبة فيها النظام ذا بس ناس ايش. عارفين اللعبة جميلة ما شاء الله ومتقنة. وعندنا اول روبوت هنا، هل لازم ارجع؟ لما تسحب كذا تاخذك المصباح، المصباح كمان ما بدك ترمي. اوكي اوكي خلينا نشوف لو رميته على ذا، حلو ترجع كذا. المكعبات ذي ما تجيبها الا لما تنور. اوكي عرفت النظام، اوكي جبته جبته الحمد لله. ما ادري كيف بس جبت الاول، ما عليكم دحين ارجع. اوه اوكي انا كان على بال المصباح هو اللي يخلي المكعب يطلع الفيل، بس لكن المكعب موجود، بس لكن المصباح يخليك تشوف ولا هو المكعب موجود. ايش قاعد يصير؟ يخرب بيته في زي عارفين زي الشبح كذا ضحك علي، بس ما ادري هو الروبوتات عشان اجيبه. خل بالله خليك اقتل دولي الروبوتات عشان اجيبه لازم اضرب كذا بنفس الوقت المصباح، كنت شايله يعني ما اقدر اشيل المصباح واضرب عارفين، يعني ضربت وكنت شايل المصباح راح ارميه. الحين انا ما ادري ايش راح يصير. قتل زعيم اوه بتديه بالمصباح، بلع علم خيس حاله جت فيه. هذا بديه من هنا، ايوه خليه بديه من هنا، حلو حلو عنده شاك بوينت هنا. عارفين والله يا اخوان لعبة جميلة ما شاء الله، كل شيء عجبني باللعبة ذي. اللعبة ذي يعني نظامها الاساس انك تجمع روبوتات، عارفين سبق قلت لكم الشيء ذا، وعجبني انه جدا سهل تجميع الروبوتات، يعني مو سهل انه اللعبة تحط الروبوتات امامك، سهل من ناحية يا جماعة الخير انه
عارفين انه ما تفوت شيء يعني انه طول ما تدور راح تلاقيه بالنهاية عارفين يعني اللعبة ما تحط روبوتات امامك على طول بس لكن اللي حاول اوصل لكم اياه انه التدوير لما تدور كذا صدقوني شيء مو مرة صعب فكل الكواكب الى الان مخلصها 100% عارفين يا جماعة مو انا الشاطر بس زي ما اقول لكم اللعبة مرة صراحة واضحة يعني عارفين شيء جميل والله مرة شيء جميل اقدر بروح من هنا ايوه مرة كوكب جميل الحلقة الماضية والله كنا بكوكب جدا جميل صراحة كان نظامه كذا مدري ايش فيه هنا ممكن مكعب هذا كم حلو هذا الرابع هاي جماعة الحلقة الماضية كنا بكوكب كان نظامه كذا ترزيل الفأر كذا الصغير كذا مرة شيء جميل كان ذكروني بلعب السولز عارفين كذا لما تمشي من طريق سري فكري زي بيلدرينج لما تعبر الجسر المخفي هذاك كاف هذا الخامس الأخير بس مدري ليه ما قدر أوصل له واضح هو له طريق بس مدري من فين ممكن لازم أنور كانوا كان في شيء هنا وفوق هذا هذا عدو انا استغربت اصلا العملة كذا عرفك كوين يا جماعة بنفس الوقت مداني اضربها خلوني بالبداية اخذ المصباح واضح لازم اجي من فوق اظن ايوه عرفت النظام صدقوني عرفت النظام عرفت النظام يا جماعة لازم اجي كذا حلو اطلع كذا لا والله مو ها زي كذا والله كأنه كذا تطلع لا مو زي كذا وتطلع على فوق بس كيف بله ثواني هو تسوي شيء ترمي عليه متأكد عشان ترفعك على فوق شايفين يجيله من فوق بس خلينا نشوف تجيت زي كذا كيف هطلع هنا عارفين لازم اتسلق على فوق يا جماعة بس خلي اسوي كذا واخذ الاشياء اللي هنا هو المفروض اني عارفين ادي ضربة كذا يصير مداني اطلع على فوق بس ما ادري مو زي كذا الحل بس احاول من جديد ايوه بس فين البداية هو فين اول خلنا جينا شو هنا ممكن لا مو هنا كيف اخذت الصناديق اللي هنا هو هنا الحل يا جماعة اها اوكي اوكي كنت بصعبة ويا سهلة بس لسه ما اقدر اجي هنا انا كان على بالي حطمت الحاجز اللي هنا بس لسه ايوه لازم نطلع هنا بس كيف نطلع هنا هذا السؤال ايوه هذا قاعد يتحرك زي كذا اكيد في بداية من هنا ولا من هنا بداية الطريق عارفين هو من هنا بداية الطريق اوكي عارفين الكوكب ذا كذا عشان انه ظلام عارفين ما كذا ماني شايف زين سكافه بالنهاية الحمد لله سوينا كل شيء هذا مكعب الاخير وجبناه ودحين الروبوت الاخير تعرفين والله اللعبة ممتعة يا اخوان كنت صريح معاكم انا اول مرة شفت اللعبة دي كنت متردد اول مرة شفت اللعبة دي انا يا جماعة كنت متردد يعني هل العب اللعبة دي ما العبها كي متردد بس صدقوني يا اخوان دحين انا لعبتها انا وابدا ما ندمت كاف وجبنا كل شيء يعني سبق قلت لكم انا اللعبة دي من الالعاب اللي لما تلعبها ها يا اخوان لما تلعبها كذا يعني راح تعرف قديش اللعبة دي ممتعة
الحمد لله سوينا كل شيء بالكوكب ده، ودي حروح اوريكم كمان الكوكب اللي سويناها الحلقة الماضية كلها اصفر الحمد لله. عارف اللي كان ناقصني بس كم شيء يا جماعة. الحين معنا شايفين 85 روبوت من 300، ان شاء الله راح اجيبهم كلهم، اعتقد اجيبهم كلهم كذا تختم اللعبة. بس خلوني اوريكم هنا يا جماعة تخرب النظام، راح نرجع هنا باقي كوكب اظن، في كله اصفر اصفر اصفر. ايوه هنا في كوكب سريع دحين راح تسوي، قلت تسوي معاكم. ايوه الحلقه الماضيه كمان انقذنا الروبوت اللي على شكل كريتوس وولد واتريوس، حتى شوفوا كيف واضح كذا كوكب قد فرق نروك، عشان شايفين حتى المطرقه حقت ثور. ان شاء الله راح نسوي الكوكب ذا دحين باذن الله، بس بالبدايه خلينا نسوي ذا على السريع يا جماعه. جنون الماضي، عارفين هذا فجاه جاني كذا، كنت لفلف بالمجره شويه صدمت شيء كذا كسرته، لما كسرته جاني الكوكب ذا. قد جانا قبل كذا، عارفين قد سويناه قبل كذا الكواكب الصغيرة ذي. ما شاء الله اللعبة ذي الألوان فيها جدا قوية، عارفين كذا الألوان قوية باللعبة ذي ما شاء الله. فالكواكب ذي بس كذا وعلى السريع شايفين، جبنا روبوت على شكل اعتقد شخصية الخصم المؤكد هاجم ان كنت تجرؤ. اعتقد على اساس انه شخصية بلعبة ستريت فايتر. حلو حلو سرى 6-8. دحين اللعبة تقول لي روح هنا، ما ادري ليه، خلنا نروح هنا نرجع زي ما تقول الكوكب الرئيسي حقنا. بالكوكب ذا عارفين نصلح السفينة حقتنا، السفينة حقتنا عبارة عن جهاز بلاي ستيشن 5. الحلقة الماضية ركبنا المذر بورد، في روبوت جبته مدري فينه على شكل ديكن، عارفين ديكن يا جماعة الخير من دايز جون، جبت روبوت على شكل بطل لعبة ديز جون مرة صراحة كان شيء جميل. الحين مرفأ الدول سبيدر مفتوح الآن، ادخل وأضف مظهرا جديدا كليا إلى دول سبيدر. أعتقد قصده بد التحكم، ما أدري صراحة، بس خلينا نشوف. أوه كذا غير شكل لون يد التحكم. اوه يا جماعة يد التحكم حقتي كمان عرفت غير لونها لما غيرته من اللعبة كمان عارفين. امزح معاكم معلش والله على السماجة، بس واضح لازم نغيرها من هنا، هي دائما ايوه صح كان لونها ازرق، الحين خليناها اسود مرة حلو. ما ادري والله في لون بالحقيقة اسود زي كذا، عشان ازرق وابيض ايوه في شفته، بس اسود زي كذا والله مرة حلو اسود ورصاصي. اوه في الوان كثير ان شاء الله حنجيب. والله كان نفسي حتى الروبوت ذا كذا اللي نلعب فيه نغير لونه، اعتقد مداك بس قدام جيب الشيء ذا. الحين خلينا يد التحكم سوداء، عارف ايه خليناها سوداء. شوف مكعب هنا هذا اقدر اجيبه، بس ما ادري هذا مو كوكب حق تجميع، ما ادري والله مره شيء جميل انه كل روبوت تجيبه تلاقيه هنا. افضل واحد عندي ذا الى الان، انا اعتقد انتم شايفين السبب ليش. الحين اخوان اخوك كمل، هذا مدري مين صراحه، جبنا واحد على اساس انه كراش، هذا مدري مين كمان، اعتقد انه على اساس انه ديكستر اظن اسمه، هل في لعبه جاك اند ديكستر، لعبه من نوري دوغ تشبه راشد اند كلينك. انا زمان كان عبالي هي نفسها اللعبه، بس لا طلعت لعبتين مختلفه. قد حقلونا نرجع كافه، شايفين يد التحكم صارت مختلفه. الحين نروح للكوكب يا جماعه حق جاد اوف وور، عارفين نروح له دحين. حلو حلو مشيت تمام بالكوكب ذا، ما اعتقد ان نفوت كوكب تحت هنا. ايوه ما في شيء، الزعيم ذا واجهناه الحلقه الماضيه مره، مواجهه الزعماء بسيطه وجميله. 7
7 يا جماعة الخير روبوتات وثلاث مكعبات. حتى شوفوا كيف كوكب اسمه بوت اوف وور، مرة بتحمس الكوكب ذا، اتوقع انه جدا جميل. جهو زي الفيل زي الغراب اللي كلهم صيدوا بقدر فور. واضح انهم عارفين يقصدوا لعبة قد فور راجناروك، مو الجزء اللي نزل 2018، اعتقد يقصدون الجزء اللي نزل 2022. الجزء ذاك يا جماعة خير راجناروك انا بالنسبة لي صراحة من اجمل 5 العاب قد لعبتها، مرة صراحة كان ابداع. بس ما ادري لو سألتكم قلت لكم اي تجمل راجناروك ولا لعبة ووكونغ اللي نزلت قبل كم شهر، يعني هي متشابهة اللعبتين فيها شبه، يعني مو كبير مرة بس فيه شبه تقريبا. فما ادري ايش رايكم، انا والله عندي صراحة والله راجناروك اكون صريح معاكم، بس والله حتى ووكونغ كانت والله لعبة جميلة. شوف شوف كيف صرت زي كريتوس، حتى كمان صار عندي لحية زيه. صدقوني اعتقد اني بقبل على اجمل كوكب. مرة شيء جميل. اوه جمدهم كمان، ارجع لي. والله شيء جميل صراحة. يا سلام لما يرجع لي يسوي لهم ضرر. صدقوني يا جماعة تخر أكثر لعبة لعبتها هذه السنة متقنة ما شاء الله، 10 من 10. يعني أنا أتحدى يجي تحديث يقول لك صلحنا الشيء الفلاني، عشان شايف اللعبة ما شاء الله متقنة مرة. خلينا نشوف هنا ايش فيه، ايش قاعد يسوي ذا. شو كيف زي نفس اللعبة، مدري ليه كان على بالي الذئاب ذي مدني، عارفين اقضي عليها. شوف الرسمة ذي، جيم اوفر بلاي ستيشن 1. هذا على اساس انه مين؟ انجر بودا اظن. شو كيف قاعد يلعب جود اوف وور جوتر المدرع، ما ادري والله على اساس انه مين الروبوت ذا. هذا روبوت الكاب ايوه الاول كافو. من الاشياء الحلوه باللعبه دي اذا جاب لك الروبوت كذا بالصف انه الاول عارفين على اليسار من جهه اليسار معناته الأول، إذا مو الأول من جهة اليسار معناته من جد أنت فوت شيء جميل صراحة. إيش أبغى أطلع هنا أنا؟ هل في شيء هنا؟ كافر عندنا الثاني، هذا الثاني؟ حلو الثاني. اعتقد على اساس انها زوجة ثور فاكرينها، والله ناسي اسمها صراحة. خلوني بس اشوف، ما عندنا منطقة جانبية هنا فيه، لا بس 3 مكعبات. يو اعتقد جبنا كل شيء هنا ان شاء الله. قلت رجب النقزة ذي تبغى تسوي كذا تقفز كذا من زي السلك يد التحكم حق بلايستيشن 1 و 2 كمان.
أيادي التحكم حقت البلايستيشن 1 و 2 كان فيها سلك. ليش أبغى أصيد الغراب ذا الأخضر؟ ممكن بس كذا يذكروك بلعبة God of War. أنا ما أعتقد مهم. وهي لك جيتينا على طول جيم أوفر. إيش عندنا هنا؟ اتوقع مكعب من المكعبات هنا. ليه ابغى اسوي كذا؟ انا واضح زمان فخر. اي والله الحلقه ما صرت شيء ذا. الفلس لازم تنفخ على يد التحكم، والله ما ادري كيف. شيء مبهر صراحه يا جماعه. لو لفعه يا لطيف لازم اواجهها. في شيء عند الافعه ذي او ممكن كذا. اتوقع كذا بس شكل. بس اكيد انه ممكن في روبوت او اها قال لك شكل قال. هذا على اساس انه ثور. اوه مفوت روبوت وراه. اوكي ما عليكم راح ارجع. بس خلينا نشوف من هنا فين مفوت. هذاك والله كانه ذاك. شوف اللي فوق الجليد. مكعبات الى الان ما جبنا اي مكعب. بس ان شاء الله راح نجيبها كلها. الحين خلونا نرجع هنا. المفروض الروبوت هنا. والله كاني شفت فوق هنا ما ادري فين. اعتقد هنا. ممكن بالجهه هذه اللي هنا السلحفاة هذه عندها شيء. واضح خليها تتحرك بس السؤال هو كيف؟ اها تبغى تطلع على فوق اظن. ليش ابغى اسوي كذا؟ النقزه ذي كنت اقدر اجيبها من اول. عشان ترجع. اوكي اوكي هنا تسوي شيء ما ادري شو هو. يا سلام ملكة الفالكري. الحين خلاص خلونا نرجع. اقدر اصلح السلحفاه. ايوه خلوني اصلحها ليش لا؟ حتى شوف لما صلحتها جاتني بعض القطع النقديه شيء جميل. الغراب زي ما اقول لكم صراحه ما ادري ليش قاعد اصيده. هنا في شيء. أكيد في شيء هنا. حلو جبناها. واضح شيء جانبي هنا. يا جماعة واضح شيء جانبي وحلو. هذا المكعب الأول والثاني. أجل خلونا نرجع. روبوت كمان. أوكي كفو. الروبوتات ماشيين تمام. اذكر رجعوا على قيد الحياة على اساس انه مامون. فاكرين مامون يا جماعة؟ دار انه اسمه مامير بس انا احب اقول له مامون. خلونا نرجع يا اخوان. مفوت مكعب اتوقع بالبداية او هنا. الصندوق ذا ممكن. حلو حلو ماشيين تمام. فشايفين لما اقول لكم اللعبه جدا سهل انك تجيب فيها الاشياء. سهل من ناحيه انه يقولوا لك ارجع في شيء ورا. دور كمان زياده في شيء. هم ما يقولوا لك فين بالضبط بس يقولوا لك ترى ورا. يعني شيء جميل صراحه. كيف يقولوا لك ترى ورا الشيء اللي فوتته لما تشوف انك عارفين اخذ قطعه قبل قطعه. كيف فاهمين علي؟ شيء جميل والله. ان شاء الله ما فوت شيء ورا.
صدقوا لي لعبة راجناروك يا جماعة لو جات بأي وقت يعني ما كان في لعبة الدرينج كانت راح تفوز بلعبة السنة. وش رايكم؟ صدقوني انا برايي اللعبة ذيك يعني مشكلتها الوحيدة انها ما فازت بلعبة السنة انه كان في لعبة اسمها الدرينج. والله بنفس الوقت هذا يوريكم قديش الدرينج كانت يعني لعبة جامدة. حتى راجناروك ما تغلبت عليها. صدقوني أجمل كوكب إلى الآن، مرة جميل. عارفين إحنا جدا أقوياء بالكوكب ذا، عارفين وليش لا يعني؟ إحنا حرفيا كريتوس على أساس إننا كريتوس إحنا دحين. حداد قزم مش كان اسمه؟ مش كان اسمه الحداد القزم؟ بروك. لا الثاني كمان مش كان اسمه؟ والله الثاني كان مرة رهيب. بسم الله خلونا نشوف. يو التمشي تمام، بقول لك مكعب واخر روبوت. ليه نش فيه؟ اها كعب الاخير هذا كمان كان فيه من الغراب بس ما ادري الغراب ايش الفايده منه. ايش ابغى اسوي كذا انا؟ آه عشان تطلع تسوي كذا. آه تبغى تيجي هنا أظن تبغى تيجي هنا. الحين بقى آخر روبوت. باقي يا جماعة آخر روبوت. إن شاء الله راح نجيبه. عارفين لما كنت ألعب مع نفسي وأجيب الروبوتات والمكعبات اللي فوتها طلع لما تجيب الروبوت مثلا يعني رجعت كوكب في روبوت بس تبغى تجيبه بس ما تبغى يعني توصل لنا من زعيم مداك يا جماعة آخر دق كذا مغادرة الكوكب بس اللعبة تحسب لك. أنا كان عبالي لازم تمسك العلم اللي بالنهاية طلع لا يا جماعة آخر مو لازم يجيب النقزة ذي وجابها بس كنت قدمت بزيادة ما ادري والله ذا الحل زي كذا ولا لا. هنا الروبوت الاخر جوه الصندوق. حلو هذا على اساس انه مين كافو جبناهم كلهم. صانع ماهر من الاقزام اعتقد انه ممكن واحد من الاخوان الحدادين. حلو خلاص سوينا كل شيء. احنا كل علينا نغادر من الكوكب ذا. صراحة ممكن اجمل كوكب الى الان. بس صدقوني يا اخوان ما في كوكب رحت له كان سيء كذا اقول اوه ايش الكوكب ذا. نهوق يا جماعه الخير واضح كذا زي الثور كذا. في باقي الضربه الاخيره اسحب. الله يستر ايش راح نسوي. ارميه
بعد التخزين ذات حالة صلبة للسفينة الأم. جبنا المذر بورد الثاني. خلونا نروح نحط المذر بورد الثاني يا أخوان. الأول حطينا الحلقة الماضية، نحن راح نحط الثاني، يصير باقي المذر بورد الثالث والرابع. كافي شغلنا المنشار. جد التحكم صراحة يا جماعة يعني تتفاعل معك بشكل كبير. هذا احنا المفروض بدل يلف وكيس. ها حلو، يبقى قطعنا الجزء ذا. ها لازم تلف ذاك. اوكي كافو. سبعين يا جماعة سمعين، هذا صوت يد التحكم كذا، كنا من جد ماسك منشار مرة والله صراحة. يعني التفاعل حق يد التحكم شيء مبهر والله. الحين خلونا نحط زي ما تقول النواة الشريحة. حلو دحين نشغله والله، حتى عملية التصليح ممتعة. قلتكم يا اخوان هو البلايستيشن 5 زي كذا. ها في له 4 قطع كذا من المذر بورد. بدري والله ما ادري، بس ما اعتقد صراحة. خلونا نروح يا جماعة نشوف السفينة ذي. اعتقد كل سفينة توديك المجرة جديدة، عارفين؟ واذا تسحب المفروض، بس ما ادري ممكن لازم تحول الى كريتوس او ممكن اسوي شيء هنا. ايوه ايه بسحبوا معايا. كافر رجال. حلو حلو دحين اقدر اروح هنا، بس كيف اروح هنا؟ واضح لازم استخدم الطائر ذا، بس كيف والله ما ادري. الفكر العقلي انقز وهم يجون كذا يشيلوني. خلونا نرجع نشوف من جديد ايش لازم اسوي هنا. ممكن لازم احطه من جديد الستين. عارفين سولي زي الحبل. اعتقد لو ما جبت 60
ما تقدر توصل القسم ذا، فيش يعني لازم ترجع للكواكب اللي وراء. فواضح زي كذا يعني اهم شيء باللعبة تجمع الروبوتات. هنا في روبوتات. حلو حلو جولين هنا راح تساعدهم. هل ده راح يزيد العدد؟ يا سلام 99. والله كفو ما توقعت روبوتات هنا. يا سلام هذا الروبوت رقم 100. ليه؟ ليش ابغى احط 100 هنا؟ خلينا نشوف ايش راح يصير اذا حطيت 100 هنا. عارف ايش كان على بالي انا؟ كان على بالي اذا جيت وتفاعلت مع روبوت كذا مثلا يطلب منك عدد معين خلاص يروحوا، يعني تضحي بال 100 عارفين؟ طلع لا بس يساعدوك فقط ويرجعوا من جديد معاك. ليش ابغى اسوي كذا انا؟ تجي هنا وتاخذ اللي هنا. هذا قطة فضولية تحل الغاز وتعشق الدلائل. هل حتكون معي على طول؟ الفين واضح يجون هنا ساعدوني كمان حتى هناك عارف كيف امرهم يسوون شيء. ما ادري ايش بيسوون دحين والله ما ادري ايش بيسوون. يلا ابغى اعدي لين هناك. صدقوا كنت مضيع ما ادري انا فين. مؤثر شيء عندما ينبحون تستمع البشرية. أتوقع زي الأشياء كذا عرفين تساعد لي وتقرب لي. قاعد أجيب عارف إيش هذا أعتقد تساعد لي وتقرب لي عارفين كذا الحل عارفين أو روبوت فينه. حلو خلونا نروح لهناك. لازم بسرعة. يا سلام. مجرة جديدة يا اخوان راح اروح دحين. عارف راح تكون مجرتنا الثالثة. صدقوا كان على بالي راح اروح هنا او هنا. طلع لا في مجرة جديدة هنا. مجرة الافعى زي ما تقولوا. درب الافاعي. ايوه كنت قريب تقريبا بالاسم. خلونا نروح اول كوكب يا اخوان. مالها سلومو. خلونا نروح يا جماعة الخير مالها سلومو. واضح كذا مدانا زي ما تقول مبطئ الوقت وكذا بالكوكب ده اعتقد عشان اسمه سلومو. سلومو يعني زي ما تقولوا تبطيء الوقت معناتها. لازم ما اصده. سبعة عندنا سبعة وثلاثة كعبات. خلونا نشوف الأداة اللي راح تساعدنا هنا. هذي ايش تسوي ذي؟ اوه بطل وقت واضح.
بس كيف؟ يا السلام، شايفين كنت حاسس ان الكوكب ذا كذا فيه له تبطيء الوقت. الحين الجهة ذي الأولى كنت فيها شيء. شو هو الشيء؟ والله ما أدري، بس أكيد في شيء هنا. أول مكعب أو أول روبوت. هل لازم أسوي كذا هو عشان أقدر أعدي؟ وفوق هنا كني شايف، عارف كني شايف روبوت أظن. خلو يجرب من جديد. ليه بس ما أقدر أجيب النقزة ذي هنا؟ ولا في روبوت هنا أظن، هذاك شايفينه بس كيف أطلع له؟ هل في شيء رفعني على فوق؟ أوه مرة الحل جميل. خسارة، كنت قريب بس ايش لازم تقرصها صح. كنت استعجلت شوية. حلو حلو الأول، خافوا الأول. ما أعتقد في مكعب هنا، ما أعتقد. أيوة ماني شايف. أجل خلاص، خل نكمل مع الطريق الرئيسي. كم في لعبة فيها زي كذا بس نسيها صراحة، كذا تبطئ الوقت. والله اللعبة دي يا جماعة الخير، يعني لو واحد قال لي ميزة من ميزات اللعبة، ميزة عبد العزيز قول لي ميزة من ميزات اللعبة دي، انه الكواكب لما تروح كذا عارفين مليانه بالحياه، فاهمين علي؟ يعني كل شيء شايفين بلا شايفين قديش قاعد يصير ذا حب الشاشه. شيء جميل، يعني ما في شيء جماد عارفين، يعني كل شيء تقريبا تتفاعل معاه، كل شيء يتحرك. شيء جميل. هنا عند ال عند المكاين دي ما ادري نسوي شيء، ممكن شختك باختك لما يطلع روبوتي. الا والله خاف. هذا الثاني حلو، الثاني خلينا نشوف هنا. ممكن لازم نسوي كذا ولا نجرب اخر مرة. ما اعتقد في شيء، بسم الله خلينا نتأكد. أنا خلاص الجاب لك أخضر، أخضر معناته ما في شيء. حلو حلو والله، مرة شيء جميل من اللعبة. إذا الزر ثبت على الأخضر معناته خلاص ما في شيء، في أحمر معناته تجرب زيادة. أفضل شيء تقضي عليهم زي كذا. أيوة خلاص شفنا كل شيء هنا. قلتكم في شيء هنا وأنا شايف أشياء بس ما أدري كأنها مي مهمة. يا جماعة كأني شايف أشياء بس صراحة ما أدري، أغلبها كأنه مو مهم. شايفين بس عملات فيه هنا بس ما أدري كيف تطلع هنا. لما بطل الوقت يصير شيء. انت تسوي عنده شيء الفلامينغو ذا، هذه ما اقدر اشيلها. انا واحد يقول عبد العزيز سوي لك زي الدرج كذا، ما ادري ما اقدر. بس كيف تطلع فوق؟ واضح انه بدك تطلع هنا. اها هنا الحل يا حبيبي.
عشان شفت اشياء هنا انه مداك تطلع هنا، فكان كل عليه ادور بس. شايفين بس من العملات ذي ذاك روبوت قلتكم هناك فيه، لو ابغى اخذ صورة بس. خلنا نجرب اجينا اشوف ايش فيه. بس بلا اخر شيء خلنا نشوف تحدي في شيء. او فيه بس اعتقد شفنا كل شيء هنا. بس بالاخر نشوف اخر شيء هنا عشان باللعبه دي صدقوني دائما تبغى تدور وتفتش. بس خلاص خلونا نعدي الحين. اوكي لازم ما تجعل كهرباء. اوكي واضح لازم فينا بطل وقت. ما شفته ذا يخرب بيته. في اللعبة مرة فيها من كراش شيل كبير، عارفين شيء جميل عن كراش، مرة لعبة حلوة. أنا في شيء مهم واضح. يا سلام المكعب الأول، كنت متوقع انه الثاني بس كافو الاول. ونرجع من جديد. يو جيبها يا بطل، ما ادري ليه ترى تجيبها. اخ ياخذه، قاعد اطالع هنا والله في روبوت. اوكي راح اجيبه ان شاء الله. الثالث، نعم الثالث الحمد لله. ايش ابغى اسوي كذا انا؟ خلونا نقرب زياده. كاف اخذت الشيك بوينت، يلعب لازم بسرعه. ولا في اثنين هنا. طيب ان شاء الله ما فوت شيء. الحمد لله اقل عقل، عارفين ما راح الحق. الحمد لله لحقت. هذا ايه؟ ها صح، يطلق طلقات الى ما لا نهايه، عارفين السحليه ذي. يو ان شاء الله ما اوه في روبوت هنا. كان عبال ما فوت شيء، الحين راح اجي ان شاء الله. اوه بتسوي كذا يا ذكي. حي كيف اوصل له ذا قولتكم؟ يو انا اعرف كيف توصل له، بس اكيد وصلت لك. كيف ادخل لك يا حبيبي؟ حلو جت هنا. من هنا. رابع تبقي ثلاثة. ليه في شيء هنا؟ يا سلام والله صدفة. اي والله كنت ابغى اقفز على الجهة الثانية اللي ما فيها شرار. شوف العدو ذا كيف. ايوه بس كيف اقضي عليه؟ انا شو اسوي هنا؟ والطريق من هنا ممكن في شيء بسيط هنا.
لبعض العملات أكثر ولا أقل. ما أدري كيف أقضي عليه. ها تطلع له. مرة شيء جميل. والله عجبتني الأفكار صراحة. اللعبة دي إبداع ما شاء الله. أنا يعني والله كل شوية اللعبة تبرني أكثر. إي والله يا إخوان اللعبة دي صدقوني كل ما أمشي فيها كل ما تبرني أكثر. شفت تعليق واحد قال لي عبد العزيز اللعبة دي راح تفوز بلعبة السنة. والله فكرت فيها أكون صريح معك يوم ممكن ليش لا؟ عشان يا جماعة هي أعلى لعبة أخذت تقييمات هذه السنة. وكل لعبة فازت بلعبة السنة أخذت تقييمات عالية. عندكم إلدن رينج أخذ تقييمات عالية. عندكم بوردر جيت العام الماضي أخذت تقييمات عالية. عندكم لعبة تيك تو لما فازت بلعبة السنة أخذت تقييمات عالية. فمين صدفة عارفين؟ أنا عني لعبة السنة بالنسبة لي ووكونغ. مسك ووكونغ ما أخذت تقييمات عالية، أخذت تقييمات يعني عارفين متواضعة عارفين كيف. وفي واحد كمان ورا فوت إن شاء الله حجي. والله ما تضربها كذا شيء جميل صراحة. ما أدري خلاص كذا عارفين تفاعلت معها كله يصير شيء. لا هذا خلاص ما صار شيء. خلونا دحين نروح للروبوت عارفين اللي فوتته. قلتكم هنا اتوقع هنا ممكن قصدهم. كيف كذا المفروض لا صراحة المفروض الروبوت الأحمر ذا يجي على اليسار كذا. بس ما أدري عن اللعبة تقول مفوت ورا. والله ما أدري ممكن هنا قصدهم. ايه شكله هنا صدقوني. لا ما تجيبها النقزة ذي جيبها من هنا لأن هناك أعتقد يجيبها. خلونا نجي نحاول من جديد. حلو حلو جابها. اللي هو اصلا ايش فيه هنا؟ هذي تديني على فين؟ تردك هنا. هو تبغى توقفها بالنص يلا طيب. يا بطل عد الحركة. خلو اطلع له اقضي عليه. الحين ايش فيه هنا؟ لعبة تقول بدك تطلع هنا. هذا رقم كم ان شاء الله ذا. ها اجل خلونا نرجع الاخير. ما ادري فين مفوت والله. عندك مكعب وعندك روبوت ورا مفوته. يو بس فين مفوت يا اخوان هذا السؤال. فوق هنا قولتكم والله كأنه هنا. وانا بالله بس اطلع اول المفروض تشوفهم ترى من بعيد. والله شكله جاي في مكان. ولا اجرب اجي هنا. هنا كان في واحد. هو هنا صدقوني هنا بعد ذا. ما اعتقد فوق هنا. هنا بالقسم ذا هو انا اقول. هنا كان في واحد جبناه. ولما جبت ذا قال لي ورا ترى مفوت صح؟ اعتقد قال لي كذا. هنا معقولة بس كم فيها؟
هنا ما كان في شيء. كان في شيء اول هنا اظن جبته. خلونا نرجع لورا. والله غريب، المفروض اني مفوت صراحة، بس مفوت لعبة تقول مفوت انت. ما اعتقد انك تطلع هنا. لا ما في شيء هنا. خلوني بس بلهجي هنا وشو. هنا كان في واحد جبناه. الله انت من فين جيت؟ قاعد اطالع انا اشوف من مفوت. هنا البداية ما كان في شيء هنا، متأكد انا. هنا دورنا يا جماعة الخير، ما كان في شيء. انا كان المفروض الله يهديني اول ما اشوف انه اللعبة قالت لي انه ترى في روبوت انت مفوته، كان المفروض ارجع على طول. هنا كان في مكعب اخذناه. هذاك روبوت اللي هناك ما اظن، هذاك يا جماعه اللي عند الصوره. خلونا اروح اشوف، والله ما اظن، بس خلونا اشوف. هو كيف طلعت اول انا هنا؟ ايوه هنا. لا مو روبوت، شايفين انا بستخدم الصورة. روح كمل. اعتقد قدام اعتقد، او ممكن بالاخير، والله ما ادري صراحة. يعني انا من الاشياء اللي تعلمتها باللعبة ذي، هاي يا جماعة من الاشياء اللي تعلمتها باللعبة ذي، انه تجيب لك روبوت. كان في روبوت وراك اذا انت ما جبته معناته ايش؟ لازم ترجع. والله ما ادري كيف جبت هذه اللي دوبها، كان المفروض انه ايش؟ اني ميت بس جبتها، والله ما ادري كيف. ما عليكم يعني، عارفين اذا فوتت ارجع انا من جديد. هل هذا لازم اقضي عليه؟ ممكن يدي لطريق ما. هنا معقوله ما في شيء؟ اعتقد نزلت اول واخذت شيء. ايه ليه جا كذا؟ والله ما ادري انك زي ذي من اول كنت اقدر اجيبها. قول بس شفت في شيء هنا ولا هنا. اها شفته يا جماعه، ما ادري كيف لما جيت هنا ما جبته. صدقوني شفت دموعه وهو يبكي. هنا كان في، معقول ما انتبهت. حلو الحمد لله. صدقوني كنت خلاص قريب اغادر الكوكب ذا، واقول لكم انا بعدين اجيبه مع نفسي. سكاف وجبناه. والله يا اخوان اتمنى باللعبه ذي او اي لعبه اذا شفتوني يعني مفوت شيء يعني عارفين يعني تمشوا لي يعني. صدقوني يا اخوان انك تلعب وتعلق، ترى بعض الاحيان التركيز يقل شويه، مو مره شويه. متاخر شويه. عليكم دحين اجيبها ان شاء الله.
هنا ايش سوينا اول؟ هو لازم نروح هنا، بس كيف نروح هنا؟ ها مع النقزة دي كافو. شو لا يا حبيبي، هذه بتجيبك هنا ولازم بسرعة. اوكي خلونا نقرصها من جديد، لازم اول ما اشوفها تطلع. ايش عندنا هنا؟ مكعبات جبتها كلها وبقي مكعب، ان شاء الله انه هنا. اكيد هنا، عارف ان شاء الله هنا. خليني ارجع كاني ما جبتها صح. يقول لما تنزل ثلاثة. ما ادري ليه كان على بالي كذا يتكي ويقفز كذا، عارف اللعبة دي ما فيها كذا. المكعب الأخير حول هنا فين؟ والله ما أدري. عارفين المكعب الأخير يا جماعة حول من هنا أعتقد، بس ما أدري فين صراحة. فوق النهاية خلاص. أو ممكن فوق هنا مكعب الأخير. حفي جبت العيد انت يا عمي، اقفز افضل. بس ما ادري كيف اجيبها هذي. ليه والله جبتها بس ما ادري ليه كذا فصل ال يودي صح كافو. على بالك هنا كذا يمين المكعب الأخير؟ لا حبيبي مو هنا. والله ما أدري فين، وأجل والله ما أدري فين يا أخوان، أبدا ماني شايف. والله ما أبغى أجيب لكم الملل، أقعد أدور أنا بعدين أرجع وأجيب المكعب الأخير اللي كان على بالي صراحة إنه هنا. أشوف ممكن يمين يسار. لا ما عليكم انا اجيبه بعدين، بدات انه بعدين بدك تجيب العصفور عارفين. واهم شيء الروبوتات جبتها الحمد لله. مدري الاسود على اساس انه مين روبوت الاسود. كان كوكب جميل صراحه، خساره كان باقي لنا اخر مكعب، بس ان شاء الله حجيب انا زي ما اقول لكم بعدين مع نفسي. احنا عندنا كوكبين، ذا كوكب ذا ما شاء الله هنا في منطقة، وهنا في منطقة عندنا كوكبين كلها دسمة. خلونا نبدأ بذا تحرير الأخ الأكبر. سبع روبوتات، ثلاث مكعبات، ومنطقة جانبية. العملاق الحديدي شوفكم حط المظلة. خلونا أول شيء أبدأ هنا. ليش استفدت أنا دحين؟ لازم تحرره. بس ليش ابغى احرر انا؟
واضح تحريره زي ما تقولوا الشيء الرئيسي. كعب الأول حلو حلو تحريره يا جماعة، واضح انه الشيء الرئيسي. راح نسويه بس ايش، خلوني اشوف ايش فيه. عشان الحلقة الماضية كافو عندنا الروبوت هنا، الحلقة الماضية يا اخوان كنت في كوكب شوي اللعبة، الحين دخلت الكوكب ذا كان في شجرة، فلما دخلت الشجرة كان في اشياء وراء كثير يعني فوتها، فاللعبة زي اللي قلت لي خلاص يا حبيبي ما في رجعة، يلا معلش كمل بالطريق ذا. فالشي ذا ما يعجبني صراحة، انه كيف فجأة ما تقدر ترجع، المفروض اقدر. انا بس كنت ابغى اشوف ايش فيه، شوي اللعبة قلت لي ما في رجعة. بسكر جدا سهل باللعبة ذي، يعني تفوت شي ترجع. ايش قاعد يصير حشكوني؟ ما ادري ايش فيه من التأليف والله، ما ادري ليه مصعبينها هنا. شفت انه بدأني اسحبه بس ليه؟ عشان تقضى عليه. هل هذا الثاني؟ مدري على اساس انه مين؟ مدرب الوحش يا لطيف، عرفته. يا لطيف اللعب اللي على اساس انها الروبوت ذا، عارفينها يا جماعه الخير اسمها ذا لاست جارديان، لا مو ذا لاست، ايش اسمها يا ربي؟ في المهم في لعبه يكون معك وحش كبير تتحكم فيه. مره لعبه صراحه ما انصح اي احد فيها. اظن اسمها ذا لاست مدري ايه كذا، لعبه تلعب بولد صغير يكون معاه وحش كذا، فالوحش يساعدك بالقفزات و تشبه ليتل نايت مير بس كذا على أسوأ، عارفين. كافو حررناه بس تحت ايش فيه؟ هل راح يوقف ذحين؟ مدري ممكن متبقي اخر شيء نصلحه. هذا المكعب الثاني، كيف انا ذحين مكعبين روبوتين يا جماعة، ماشيين تمام الحمد لله. باقي القفل الأخير، هذا يذكرني بال عارفين الدكتور ان هذاك اللي بكراش، في مره تواجهه زي كذا اعتقد بكراش 2 تواجهه نفس نظام العدو ذا اللي دوبه. كافو حررنا، شوف كذا الحين صار نهار. ثالث، اوه الرابع، واضح لازم اجي، ممكن اوديني الجهة الثانية. دحين خلونا ندور الثالث يا جماعة. يا سلام المكعب الثالث، اول مره اجيب المكعبات كذا ورا بعض. الحين اخوان في روبوت الثالث، فين الروبوت الثالث؟
ايوه كان في واحد حررنا. اوه هناك شفته شفته، بس لو يقربني شوية الطائر. اعتقد شفته ماني متأكد، بس شايف شيء هنا ما جيته. لا لا ابغاك تطلعني هناك. كيف اطلع هناك يا اخوان؟ واضح في شيء مهم. ممكن ارمي شيء. خلونا نكسر ذا وشو. ممكن في شيء هنا. لا مو زي كذا. ايوه شايفين هنا، هذا هو شايفه اظن هنا. هو في شيء مهم هنا بس كيف اجي هنا؟ وممكن ما في شيء. ما اعتقد تطيح من فوق كذا تنزل لها. يعني اللعبة دي ما فيها زي كذا. ما ادري خلونا نجي الجهة ذي اللي هنا. هنا جيت انت؟ ما ادري ما اعتقد جيت هنا. هنا عشان كان في قفل من الاقفال. والله ما ادري كيف كذا، غريبة صراحة. هو ذا الروبوت الثالث كان مداني مشيت انا، عارفين. بس عارفين الروبوت الثالث اللي دوبي جبته كان مشيت، رحت من هناك مع الطريقة الاساسية. بس اللعبة تقول لي مفوت واحد انت. والله هناك كأنه في شيء مهم، شايفين فوق راسي بالضبط. بس ما شفته، ما اقدر اطلع. كأنه في شيء مهم. انا الروبوت الثالث. تخيلوا كذا الورد يعترف يقول لي فينه. بس والله ما ادري يا اخوان فينه. خلوني اخر شيء اجرب اجي هنا. والله نفسها طلع هنا، شوف ايش فيه. بس اقلها او ممكن ما في شيء، بس كذا جليتش ممكن. خلونا اجي نروح دحين هنا ونشوف ايش فيه. انا اعتقد كان في روبوت جبناه. قلتكم في البحر. هاي يا اخوان قلتكم بالبحر. ما اعتقد. والله ما ادري ماني شايفه. خلاص يا شيخ خلونا نروح سيدا. خلونا نروح سيدا يا جماعة. ما ادري غريبة صراحة، المفروض تصدقون انه الروبوت الثالث ذاك. بس ما ادري ممكن ذا الدنيا زي القفزة كذا. الا ذا ايش سوى ذا؟ قول لي تعال. هذا الخامس شكله. حلو الروبوت الخامس. تحت في اشياء ان شاء الله راح اجيبها. بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. او في على فوق زيادة كمان. يا اخي اطلع زين يا اخي. خلونا نرجع لفوق معلش يا اخوان. كذا طح طح غبية. وممكن هذا راح تطلعنا على فوق. والله ما ادري على فين راح يوديني العصفور ذا. يا سلام شكرا. زي الطريق المختصر كذا عارفين.
ليه في شيء تحت هنا؟ والله مرة مزعجني أكون صريح معاكم إن الثالث ما جبته إلى الآن. المفروض إنه فيه صراحة، بس ما أدري ليه مو فيه. عشان يعطيني العافية، أنا فتشت في كل مكان يا جماعة بس ما في. اسمع عليكم، راح أطلع من هنا لو أنا جايبه. عارف إنه في منطقة سرية كمان. ايش بيصير دحين؟ كاف هذا السادس. ومن هنا تغادر؟ من مغادر يا حبيبي؟ من مغادر؟ في منطقة وفي كوك، في منطقة وفي روبوت يا جماعة. اوكي يا اخوان، منطقتنا اعتقد الجانبية هنا. رجعت. واضح كذا الحل، خلي ذا يطلق على ال الشيء هذي، فا يمدها بالطاقة. هنا منطقتنا الجانبية، هنا يا جماعة آخر منطقتنا الجانبية. بس خلوني أوريكم فين الروبوت الأخير، يعني يقول عبد العزيز طب الروبوت الأخير، الروبوت الأخير زي ما كنت متوقع على هناك فوق هنا. بس السؤال هو والله ما أدري كيف أطلع هنا. المفروض أقدر، المفروض يا جماعة أقدر، بس والله ما ادري ليه ما اقدر. اها هنا يا جماعه، والله ما ادري كيف ما شفته على طول. يا سلام، هنا الروبوت الاخير. ولو طحت الجيم اوفر ترى، انتبه. يو كيف طلع له انا؟ وعليه بقوة كمان، عارفين كذا الضربة. جنني. سكافة بالنهاية جبناه الروبوت الأخير. دحين نروح للمنطقة. نروح للمنطقة يا جماعة. والله كانت مرة هاجي في مكان هاي يا جماعة. شوفوا فين. يعني شيء مو سهل، يعني واحد لعيب زيي وما قدر يجيب الحل على طول، يعني واضح يا جماعة إنه شيء مو سهل. اللعب العادي اذا انا ما قدرت على اكيد يعني مو اي احد. امزح معاكم والله، صدقوني غباء مني. اي والله مو غباء، والله قاعد ادور وادور يا اخوان، بس ادري صراحه بالنهايه الحمد لله جبتها. اعتقد اللعبة حسبت لي كمان اني جبت الروبوت الاخير، صدقوني حسبوه عشان شايفين 115. دحين خلونا نروح هنا الاشباح والروبوتات. عندنا 5 روبوتات و2 مكعب. دائما الكواكب دي جميلة. عارفين يا اخوان صراحة ابدا ما استبعد هذه اللعبة تفوز بلعبة السنة. هي 100% راح تترشح، 100% انا اتوقع راح تترشح. بس تفوز ما تفوز والله ما ادري. حلو الاول. واضح ناوي شر الروبوت ذا. ايش قاعد يصير هنا؟ نزل بسرعة. عارفين البومكن هذول كذا اليقطين يا جماعة كذا متقطعهم، شيء جميل والله. ثاني
حلو الثاني. كم مكعب عندنا؟ اثنين. يا جلال تمام. ان شاء الله ما نفوت اي شيء وراء. صدقوني واضح المطورين مستلهمين من كراش الشيء الكبير. ليه هذه تلف زي كذا؟ هل في مكان ثاني؟ والله ما استبعد. هناك ليش في شيء؟ ليه؟ شايفين؟ بس انت تعرف طرق الرجعة؟ ما عليك يا رجال. اوكي ثلاثة. يا سلام خذك مصباح. مع اني صدقوني كنت راح اعرف ارجع من غير مصباح. لا والله امزح معاكم. هنا دحين في شيء. اخ منك. اوكي كفو. هذا نرجع كذا. بس بدري ليه احس فيه. والله اظن لازم ارجع. احس في هذا مفوت. احس مفوت يا جماعه مفوت. احس مفوت مكعب. ان شاء الله ماني مفوت بس احس انه مفوت. خلونا نشوف هنا في نزلة هنا ولا هنا. اوكي ان شاء الله ذاك المكعب الاول. لو الثاني معنا راح ارجع لورا. الحين ما فين اجيب المصباح؟ يا اخي خذوا. والله ما ادري ليه ما ياخذوا. حلو اخذوا. لا خلونا بالمهم، خلونا بالبدايه اساعد الروبوت. حلو هذا الرابع الفارس الخالد. الحين دور الحلو ذا. ليه؟ صدق صدفة سويت كذا. كيف اجيبه ذا؟ اكيد في لفة يمين. الاول. حلو الاول. الحمد لله ما نفوت شيء. لعبة ممتعة صراحة بشكل جدا جدا كبير ما شاء الله. هذا ورز بتنفخ. عرفت لازم تنفخ كثير. ان شاء الله ما فوت شيء وراء. انت ما اخذته صح. حتى الشبه حتى مصباح يهرب. كيف تاخذ مصباح باللعبه ذي يا اخوان؟ ما ادري اول ما كان صعب كذا. ما ادري ايش بو. الحمد لله بالنهايه عرفت كيف جبناه وصدنا الوحش ذا. خلونا الحين ناخذ اخر مكعب. يصير باقي اخر روبوت. الكواكب دي حقت المجرة المهجورة. ان شاء الله هنا اخر روبوت.
الفينا كوكب حقت المجرة المهجورة ده من سهلة. لازم تدي بالكشاف بالفلاش. اوكي باقي واحد بس اظن اثنين باقي. ستوه وفي احمر. يا سلام الروبوت الاخير حق سايلنت هيل. جزار غير عملي اعتقد قصته معرفين هذاك اللي بسايلنت هيل. جبناهم كلهم كافوا كل شيء سويناه. جيب كيف فجر كيف اجيب انا بعرف ترى هو المفروض اول ما تشوفها تنطلق. ستوقع مبرمج انه ما تقدر تجيبها عارفين الصناديق ذيك. يا سلام الحمد لله. ايوه احنا بغينا نرجع هنا. شايفين هذا اصفر ترى ايش ازرق. اوه في مكعب صح صح راح ارجع له انا بعدين. احنا عندنا كوكب ذا سير الوقت عندنا كوكب ذا معركة بيت النظافة سبعة ومنطقة ما شاء الله. خلينا نسوي الكوكب ذا عارفين عندنا سبعة روبوتات ومنطقة وثلاثة مكعبات. سلام شو الكوكب الجميل ذا. واضح راح نشوف فيه اشياء من قصة سوشيما ممكن الكوكب ذا. والله يا جماعة عارفين دحين لي سنين العب ببلايستيشن 5 صدقوني وانا اعمل جهاز من جد ما شاء الله تبارك الله جهاز جميل. يعني انا افتكر اول ما اشتريت بلايستيشن 4 قد خربت علي عارفين جهاز بلايستيشن 4 يعني قد خرب علي قبل كذا عارفين. اما 5 الحمد لله صدقوني يا اخوان ولا مره. والله كمان يعني عارفين يعني لازم تحافظ كمان على الاجهزه عارفين كيف يعني ما تهملها. شوف كيف اكبر كذا. بعدين نرجع ل هيئة اللي قبل اظنها تقدر ولا ما ادري تقدر ولا لا. مهارة شيء جميل. احنا النظام بالكوكب ذاك تكون زي اسفنجة. ان شاء الله ما فوت شيء. قلت لكم الشجرة ذيك فيها شيء. ان شاء الله لا ان شاء الله لا. وريني يا ملحن. ايوه ان شاء الله لا يا جماعة. ان شاء الله خويكم مفوتي. جبت روبوت انا وجبت اول واحد. شوف على الطريقة كذا اللي تجري تكسر اشياء تكسير. صدقوني شيء مرة جميل. ايش كان لازم اسوي هنا؟ كان على بالي كذا عارفين ارش المياه واطفي النار. كان على بالي كذا الحل.
كيف سويته هنا اول؟ اوكي خلينا نرجع من جديد. كيف يا اخي المفروض صح؟ ما ادري ايش لازم اسوي. هو واضح اطفيها هذيه بس كيف؟ المفروض كذا المفروض. اها صح انت غلطان. هل لازم ارجع الحين اسوي كذا؟ ليه ابغى ها؟ لازم اسوي شيء. ترش عليه بالمويه و بعدين تقضى عليه. كاف الثاني صراحة دائما اللي غرز عندها يا جماعة المكعبات أكثر من الروبوتات. الروبوتات مي مرة صعبة بس المكعبات ما أدري كذا عارفين. بس إن شاء الله حجيبها كلها. أنا عارفين يعني اللي فوته أرجع له بعدين. والله لسبب واحد فقط يعني مداني وأنا أصور عشان والله ما أبغى أجيب لكم الملل كذا بس أقعد أدور. برجع له أنا بعدين. يصير بالنهاية إن شاء الله اللعبة دي خلاص كذا نقول إننا ختمناها 100% بإذن الله. هذا الهدف. والله مرة شيء جميل لما تكسر كذا. إي والله. تبدأ التحكم كمان تتفاعل معك بطريقة جميلة. ليش أبغى أسوي كذا أنا ليه؟ هل في شيء هنا؟ طريقة أساسية من هناك واضح. خلينا نشوف إيش فيه. ممكن روبوت أو مكعب. ثالث. كاف الثالث. بس غريبة ما جبنا مكعب إلى الآن. ما اعتقد في شيء يمين او يسار. عندنا اشياء كثير هنا. قلنا اول شيء واضح لازم اطفي النار. اوه ما في مويه. لازم بالبدايه اجيب المويه من هنا. حلو حلو دحين اطفيها بس كل شوية تبغى تطفي واحد. عارفين حتى يعني الغاز وال عارفين الاشياء المطلوبة منك اللي لازم تسويها باللعبة دي جدا سهلة والله. خذوها يعني من واحد مو مرة معلم يعني جدا سهلة عارفين. هل هنا تسوي شيء؟ والله كانت تسوي شيء. كانت ترش المويه ويجي طريق سري. كعب الاول الثاني ها. ارجع عجله حبيبي. ولا ارجع يا جماعه. لعبه تقول لي مفوت مكعب ما ادري كيف صراحه. احنا شايفيني ما شاء الله ادور في كل مكان. هنا قلت لكم كان في مكعب. ما اعتقد جهة فيها مكعب وفيها روبوت بنفس المكان. يو بس فين يا اخوان؟ هنا؟ لا هنا ما في شيء. هنا ولا هنا.
حس هنا بالجهة ذي. والله خوفي بالبداية. أجمع عليكم خلاص. عارفين أنا أرجع له بعدين. إن شاء الله عدوني عارفين قدام. فين؟ سوي ذكي على اللعبة طلع من هنا بس. عارفين قل عقلي أموت وردوني من المكان اللي آخر واحد كنت عنده. عارفين يصير بعدين أجينا الآخر. بس كذا كذا راح نرجع الكوكب ذا. عشان اعتقد اول محاولة لازم عارفين اخوانا المحاولة الاولى بكل كوكب لازم تمسك العلم توصل للعلم لازم ايش كمان عارفين بس شيء واحد معلش مو شيئان يعني شيء واحد اللي لازم تسوي لازم تمسك العلم اول مرة ف عارفين راح امسك العلم المحاولة ذي الأولى يصير المحاولة الثانية نجيب المكعب الثاني ونروح لمنطقتنا الجانبية عشان بالمنطقة ذي في منطقة جانبية كذا كذا لازم أرجع أنا عارفين هذا اللي حاول أوصل لكم إنه كذا كذا أنا لازم أرجع بس بالأخير نسوي نظرة سريعة هنا زي ما نشاف أي شيء هنا حلو حلو طفيتهم كلهم خلونا نشوف ايش في هناك ما اعتقد تقدر تروح اصلا ما شايف اي شيء ايوه خلنا نسوي كذا واروح من هنا والله دي اعتقد تبغى تسويها كذا يا ذكي شو لو كنت ثقيل كنت راح اطيح شايفين بديت شوته كذا كيف كيف كذا غريبه صراحه هذا الراء الخامس كيف مفوت ورا يا اخي يا جماعة أقول مفوت ثلاث الرابع مفوت هذا اسحبها يا الله الطهيف قولوا لي طيب كذا أحد يقول له سبو سبو من اليوم قاعد يمر من عند الحل وهو مداري تركام كذا الرابع صدقوا لك العبوا لي هناك والله كان جاي في مكان ها بس هنا ما تسوي شيء صدقوا لي كانوا تسوي شيء هنا خلاص خلونا نكمل الروبوت جبته راح اكل عليه اقدم الى الامام عارفين بس احس الجهة الجانبية هنا صدقوني هنا في شيء النار طفيتها ما ادري كيف شايفين النار اللي فوق يجيب لي رسمة انه في جوا شيء ها حبيبي ما تقدر والله رجل ما ادري يا جماعة ايش تسوي عند البرج ذا تضرب وبتسوي عنده شيء ما عليكم ارجع بعدين ارجع بعدين الحين خلونا نكمل من هنا بالنسبة للروبوتات ماشيين تمام عارفين بالنسبة للروبوتات ماشيين تمام
ليش عندكم هنا كافو في روبوت هنا؟ حلو حلو. خاطف بصر مخيفة، خاطفة بصر مخيفة، تفقد السيطرة على صوت صافرات الإنذار. ما أدري على أساس إنها مين، المفروض إني أعرف، بس والله ما أدري مين. ليه جيب لي أكثر من واحدة؟ أكثر من سفنجة قصدي ليه؟ ورز بسرعة. كيف كذا كيف؟ أنا طلعت أعطني العافية لحقت. شو تقول لي أرجع؟ خرب بيتكم، والله جاي في مكان. يعني حاطينه ورا المكعب ذا. قلتكم الحق. اهلو لحقنا، جبنا مكعبات، المكعب الثاني والثالث. شوف دائما كذا بقول مكعب واحد. لسه باقي منطقة جانبية صح؟ قلتكم فوت شي ورا. يا اخوان هنا في شيء. ها تقول كنت بمشي خلاص. الحمد لله، ما ادري كيف ضربته وما جت فيني. كنت طلق علي بس ما جت فيني، والله ما ادري كيف. ولا اعتقد لازم اموت هنا صح؟ عارف الرش من هنا؟ رشة واحدة بس ارش عليهم وخلاص اموري راح تكون بالسليم ان شاء الله. شو ملازم اقضي عليه؟ اخر عني. السلام الاخير، الحمد لله الاخير. مدري على اساس انه مين الروبوت ذا. الحمد لله يا جماعه تقريبهم كلهم، باقي بس المنطقه الجانبيه. راح نجيبها ان شاء الله. وش مكعب؟ مرة كان كوكب جميل. في بعض الحالات المناطق ممكن تكون عند النهاية، بس ما أظن في شيء هنا. حلو خلينا نسوي كذا. الحمد لله سوينا أهم شيء اللي هو الروبوتات، جبناهم كلهم. كافو يا جماعة الخير، عارفين الصناديق ذيك كل مرة المفروض إن نصيدها صيدها، يعني مبدع بالشيء ذا أنا. اكيد اخوان راح نرجع. ما اظن المكعب الاول هنا.
هم واحد انت ليه جيب لي 200 هنا؟ اها هو تجيبه بنقاط والله ما كنت تدري والله مو كثير مرة. في بسرعة راح نشوف فين اللي مفوتينه. شوف شغلك يا مستر عصفور. هنا معقولة بالبداية مفوت ولا يقول لي هنا؟ بس لازم تجيب الكبيرة. حلو والله من البداية اللعبة حاطة شيء. اطرش عليهم مويه. يا سلام. اوكي احنا المنطقه الجانبيه. اها لازم اجي هنا. اوكي وانا عملاق اقدر اجي هنا. والله ما كنت تدري. لا لا عاد خلاص. لقيتكم رش كذا. قد اطلع عندكم. ها يا جماعه اقدر اطلع هنا قولتكم. لا والله تقدر. اوكي الحين ايه المفروض اجي هنا معي مويه. اوكي عرفت الحل. كافو حل صعب بس خويكم ذكي يعني عارفين الاشياء دي يجيبها بسرعه. خلينا نرجع من جديد. والله حل شوي غريب اكون صريح معاكم. عارفين العملاق ذا. هي 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 كيف كيف كذا؟ والله هذا ما ادري ايش نسوي معاه. ممكن اخليه يحرق هنا تصدقون. احرق هنا الله يرضى عليك. ايوه هنا. ايوه بس ما صار شيء المفروض يصير. والله ما ادري يا اخوان شيء غريب صراحه الشيء هذا ما ادري ايش يطلع. عارفين الحل انه كذا اوراق الشجر توقف عليها يعني مين يجي مين تجي له الفكره ذي؟ يعني ما عارفين يعني ما تقدر توقف على اوراق الشجر. كيف توقف على اوراق الشجر؟ وانا البطل ذاك كانه لازم اجي وانا معبي مويه اظن. اي والله شكله لسه فيها. الحين اجي عارفين وانا معي مويه. يا بس كيف بتدخل؟ هو الحين حتدخل تلقي ميت. لا والله ما اظن. هو واضح اخليه يشوي هنا بس والله ما ادري ليه مو راضي يصير الشيء ذا. اوه تسحب كذا بس هذاك. صح صح معلش والله ما ادري ليه كنت مصعبه وهي سهله. روح روح الله يرضى عليك. واضح كذا عارفين كوكب بركاني حمى الفرن. خلونا نسويه يا جماعة بعد نروح الكوكب اللي بعده. كيف شو لازم تسوي هنا؟
شغله ما ادري كيف ما جت فيني. ما شاء الله ما ادري كم كوكب موجود باللعبه ذي. كاف هذا الاول. حلو الاول. ايه ايش تسوي؟ تدير ضربه كم على وجهه. ابو المشحون مدري ليه ما قالوا لي اول على الفين وقالوا لي دحين ايش لازم تسوي معاه. انا اول لما شفناه جوة المدخنه اللعبة ما قالت ترى بدك تسوي كذا معاه بالمشحون. فوت شي ورا قولتكم. ان شاء الله ما فوت شي. والله كم مدان وكنت سريع، كم مدان بسرعة كذا اقضى عليه. ليه؟ حول ولا قوة الا بالله. مدري كيف صار كذا. حلو حلو الحمد لله سويناها بسرعة. يو هنا في روبوت. انتبه هنا. خليه ايوه خليه يقرب زيادة. الحمد لله. وكيف كذا الثالث؟ خلنا اجل ارجع ورا. شوف في مكعب هنا. داني قلتكم النقزة ذي جيبها. جيبها. لا والله بعيد. خلوني ارجع كان في مكعب ورا واعتقد روبوت كمان ممكن. وهنا في شيء. هذا شكله هنا الروبوت الثالث. الثاني قصدي هذا الثاني. حلو الثاني. كان مكعب ايوه هنا اظن. ان شاء الله مكعب الاول. الحمد لله مشينا تمام. روبوتين ومكعب. الحين فين؟ جبنا مهم، جبنا مهم. المكعب كافو بقرا روبوتين يا جماعة فقط. ما اعتقد فجأة هنا يطلع روبوت، ما اعتقد يعني اللعب لدي الدرجة يعني. ها يا جماعة ما اعتقد ان ارش الموية كيف فجأة يطلع روبوت. ايوه ما اظن ما اظن. خلاص روح من هنا يا بطل. وهناك في روبوت. حلو هذا الرابع.
حارس كهربائي. ليه ابغى اشوف ورش فيه؟ كم في شيء فوق هنا؟ في فوق هنا ايوه. كيف كذا؟ هنا اوه هنا كانت الرجعة. معليش والله ما لا ما تقدر كذا او تقدر. وانا جيت كذا وكان المفروض ارجع زي كذا. كان في شيء يمين ها؟ لا ما كان في شيء يمين. اجل خلونا نكمل من هنا الطريقة الاساسية من هنا. يا سلام روبوت الاخير. الحمد لله سوينا كل شيء. كيف كذا والله كنت قريب. انا بروح من هنا. الحمد لله. الجو عارفين الاجواء تغيرت الى الاجمل. الحمد لله سوينا كل شيء. مره ها الحلقه ذي ولا مره صرت توصل هذيك ذي. كله اصفر 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 الحمد لله. ايوه كفو. خلوني ارجع هنا شو؟ لعبة تقول لي ارجع هنا ما ادري ليه. حلو فتحنا محل جديد. وقت التغيير غرفة الأزياء. السلام من أول منتظر الشيء ذا مفتوح الآن. كل ما تبقى هو العثور على الزي المثالي. جوج مش عندي الزي حق راشد. جميل صراحة. إن شاء الله راح أجيب الزياء أكثر. أنا عاد تعرفوني يا جماعة الخير. أنا عاد تعرفوني أحب الزياء وكذا. نريد حنقول نرجع. أعرف راح يكون عند آخر كوكب حلقتنا. الحمد لله مشيت تمام. هنا ان شاء الله زي ما اقول لكم راح ارجع الحين اسير الوقت. خلونا نسوي الكوكب ذا وبعده يوم ممكن نسوي الزعيم. ليش لا نسوي الزعيم؟ ليش لا؟ عندنا 7 روبوتات. ايه هل كان لازم اصيده؟ والله ما تدري ممكن ما تدري ممكن الافعى جوة روبوت او شيء. صدقوني سووها بدأت انه بضغطة زر كذا ترجع فليش لا؟ ايوه كان كذا. هل كان لازم تيرا بلحم علشان اخر مرة؟
انا اتوقع لا مو لازم تصيده، بس معليش انا عارفين، اتمنى تستحملوني. لا والله يخرب بيتك، بالله ارجع اقسم بالله كنت خلاص بروح حتى التشغيل. صراحة يعني العرفية كيف يعني لعبة شاطرة بالاشياء عارفين اللي تدسها عنك. صدقوني كنت بمشي خلاص. كافو جبنا هذا الاول. عندنا هنا ايش اديك ذا ايش رفعنا على فوق. حلو حلو اللي يرفعك على فوق. عارفين صراحة ابدا والله يا اخوان زي ما اقول لكم انا عني ما راح استغرب اذا اللعبة ذي فازت بلعبة السنة. كيف ايش المطلوب؟ خلاص اقدر كذا. ما بس بتطلع عليها. صدق لما اعلق بزيادة. اساتكم شيء فيه هنا. لما اعلق بزيادة على ار2 اطير بزيادة الحين بشكل اكبر. ان شاء الله ما فوت شيء. يا الله كيف صار كذا؟ كيف ارجع الحين؟ كذا ذكي. راح ياخذك ساعة لي احاول اعرف يدي ضربك يا مراضي. كنت حاسس انه راح يقضي علي. كافو سجلنا طريق واضح لورا. ايش فيه؟ في روبوت يعني كيف اجيك انت؟ واضح من فوق اجي. الأول كاف الأول. هذا الشيك بوينت. تبغى تسحب ذيلها. ليه ابغى اسوي كذا انا؟ هل في شيء هنا اسحبه؟ ايوه ابغى اطلع لفوق بس حبة اتاكد بشوف انا مفوت شيء. صدقوني يا اخوان كل كوكب رحت له الى الان يعني نظامه يبهرني صراحة. الحين مو كل كوكب له نظام فعارفين كل نظام صراحة بهرني. يعني عندكم الكوكب ده نستخدم الديك كذا يرفعنا على فوق. وتبغى تطلع هنا هل كان حل اجي كذا واستخدم دي؟ اوكي اوكي بعدين تستخدم الورد عشان قلت مو معقولة تستخدمين عشان خلاص اقدر اسوي كذا. لكن ايش تبغى تسوي؟ تبغى تسوي كذا.
بس كان باقي شوي انت عاد الله يهديك ما قرصتها صح. نعود زي كذا الحمد لله. حبق الحلوين ذولي كيف مو قاعد يجيكم شيء؟ انا بفهم في. خلونا نسوي المطلوب يا جماعه بس خذ اللي هنا. ايوه اطلع ذول واضح ما ياخذ الضرر. الله الصور المهم الحمد لله جبنا مكعب اللي فوق هنا. كم مكعب الان؟ اثنين بالمكعبات ماشيين تمام. نشوف ايش فيه. بس كذا نهاية يا حبيبي. في روبوت هنا بس كيف نجي؟ في روبوت تحت يا جماعة كيف نجي قولتكم؟ ها كذا ايش قاعد يصير؟ انا ابغى انزع تحت. عشان في روبوت هنا حلوين كيف اجيه؟ اها من هنا من ورا الرمل ذا ثاني. كافو الثاني طارد الاحلام. لو كنت تقدر كذا كافو يا اخوان ماشيين تمام بالكوكب لو عندنا منطقة اظن. ايوه الحمد لله صدته. ايوه اخذنا الشيء اللي هناك. ايوه امسك وقت يمسك ذا. كافو مسكنا. ليه في شيء هنا؟ ابغى اشوف يا اخوان هل مفوت شيء انا هنا؟ بس ما في طريقة ذكي. ايوه خلاص الطريقة الأساسية من هنا ان شاء الله ما نفوت شيء. اوه في شيء هنا. شو استفدت انا دحين؟ يا سلام. جبنا الروبوت الثالث. الحمد لله. عارف نفس الدقة هذيك. الدقة اللي لما تسمعها كذا تظل بإذنك بس ايش سووا لها ريمكس. ها يا اخوان بلا الدقة دي مو كذا تثبت ببالكم كذا. انا عندي ثبتت ببالي تقريبا زي يومين ودحين راح ترجع تثبت ببالي. بس عارفين كذا ادوها ريمكس عربي. هاي جماعة بلا ممكن كذا ادوها ريمكس عربي. قرصها صح يخرب بيت وكذا اول ما ارتفعت طلق. ليه؟ ليه ابغى اروح هناك انا؟ في شيء هنا في اشياء مو شيء يا لطيف. يا اخي امسك يا اخي. ان شاء الله الشيك بوينت تعرفين حسبت اللي هنا الحمد لله.
واضح بالنهاية في شيء. روح هنا مرتين. صدقوني تبغى تسوي كذا. راح الطيف شوية صعبة صراحة، بس إن شاء الله راح أجيبها. يا أخي جيب يا أخي. أه ما أدري ليه ما طلع كذا زيادة. يفتح قولتكم. آه والله ما جبت شيء. حلو بقى الأخيرة. آه ما مسك، أوكي صح. صح. ما أظن مسك يا جماعة، أنا قلت له أمسك وقال لي مع نفسك ما راح أمسك. ها؟ ولا مسك الحمد لله. روبوت الكام ذا الرابع، باقي ثلاثة ومكعب. الحين كل عليه ارجع بس. ننزل من هنا ما عليكم، خلوا نشوف البيضة دي ايش فيها. ليه؟ عشان الطريق الاساسي من هنا. خلونا طب اشوف هنا ايش فيه. السلام بالدعم بالروبوتات. الحمد لله ماشيين تمام. الله عرفت يعني تطلق بوقت المناسب. خلاص كنت بجي شوية طلق. اخر اخر عندي الله ياخذك. الحمد لله فلت. قدكم تحت لا في شيء. عرفت كان على بالي الثلاثة ما دام كذا اقضي عليهم. خلنا نقول بنفس واحد كذا بس ما اعتقد تقدر. ما اظن ينزلوا لي هنا. يا سلام اول مره اجيب المكعبات كلها. عارفين كذا على طول. ايوه هنا واضح في بس المكعب. هناك رحنا كنا هناك في المنطقه اللي وراه. هي هي كيف تجون هنا؟ باقي روبوتين ان شاء الله راح نجيبهم. صورة يا اخوان اهم شيء. في ممكن اخليها الثمنيل. عارفين يا اخوان ثمنيلات انا اللي اسويها ترى، عارفين يعني ما في احد يسويها لي، انا اللي اسويها. عارفين صراحة مي مرة صعب اسويها بالفوتوشوب.
وتحسها صعبة كي بس صدقوني مين مرة يعني. كافة ماشين تمام الروبوت الأخير. يو منطقة جانبية صح. الحمد لله قضت عليه. كان كل عليك تضغط R2 فقط بس لكنك كذا ثبت شوية ما أدري ليه. الحمد لله على فكرة تلحق كذا بسرعة. كيف يا أخي استغفر الله غريبة صراحة ما جات المفروض إنها جات. هنا والله ما أدري جالس ألف أنا. الحمد لله نول كان المفروض يصير كذا. هذا ان شاء الله ما يقول لي خلاص يعني خلصت المرحلة. الحمد لله هنا الروبوت الاخير. حنجيب لكم جيب ونرجع من جديد الحين ان شاء الله اجيبه. يا اخي كيف ما جاء والله غريبه. ممكن لازم بطريقه معينه عشان متاكد اني قاعد اضرب. الحمد لله سوينا كل شيء باقي المنطقه الجانبيه وراح نجيبها ان شاء الله. اخوان هو النظام اول ما تشوف الصندوق دق R2 L2 بس ما ادري اللعبه يعني مره الحلقه دي كذا ما غير يشيلوها عني. هنا ما كان في منطقه. لا والله ما في. اوكي اوكي الحمد لله اصفر. هنا بس باقي مكعب ما في راح ارجع له. الحين خلونا نروح للزعيم يا جماعه مع اني كنت بخلي الحلقه القادمه بس عارفين خلاص نروح له دحين. الزعيم ده لازم 100 روبوت عشان تقدر تواجهه. نهاية الزعيم ده في روبوت واحد. عارفين روبوت مهم المفروض انه مهم. الروبوتات اللي تجيبها بمراحل الزعماء ولما تواجه الزعماء تتغلب عليهم المفروض انه روبوت مهم. يعني على نهاية الحلقة الماضية جبنا كريتوس وولد واتريوس. كلل هتجي معانا. افضل زعيم الى الان صراحه كلهم صراحه يا جماعه الزعماء في مواجهتهم ممتعه وجميله ونفس الزعماء اللي بلعب كراش. ما في شيء هناك. هذا قاعد يصير شيء. وخر عني.
هو المكان قاعد ينهد، لازم بسرعة. واضح هذه ساعة الزعيم. ولفع الكبيرة ليدي فينوم يا جماعة، ان شاء الله مقدور عليها. ايه هذا ايه؟ كيف تتجنب هذي؟ عم تضرب الا هذي. اوكي 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 عرفنا النظام. الحين تجي للحنك كذا يا ذكي، تجي للحنك. اوكي اوكي عرفنا النظام يا جماعة. اوكي اوكي تبغى تستخدم الدجاج اللي معاك تطلع على فوق. اوكي اوكي عرفت النظام. الفيلم شدق على عيالها بعدين هي. سلام قناصة خويكم صح كفو. ليش ابغى اطلع هنا انا؟ ممكن عشان الاسد ما يجي عليك. اوكي اوكي لما تعرف النظام خلاص تصير سهلة. يا اخي اطلع قلت لك اطلع. يا سلام راح ننهي الفس الثاني. يا سلام شفت على خير. اوه لازم نمسك اللسان. هو كل زعيم عارفين لازم تدي مع عينه. هل كذا قلتكم النظام كل ما تجينا الكور دي اطير كذا؟ ها لازم توصل هنا. يا جماعة الخير رجعت من جديد. لكن عدوك من البداية بس ما أدري قصيت البداية. واضح لازم تقرب. تعبانك. لازم بسرعة يا حبيبي. من بعيد لازم. اوكي قربت منه. فيها حلو جت فيها.
يا الله حيو على اساس انه نيثن دريك. مدري مين راح نشوف بعد ذا، يعني بالبداية شفنا كريتوس وتريس، الحين شفنا نيثر دريك، جول ممكن مدري صراحة. فالكوكب ذا الجميل راح نسوي الحلقة القادمة إن شاء الله يا جماعة. كده وصلنا لنهاية حلقتنا ذي، الله يعطيكم العافية على المشاهدة بإذن الله. أنا مع نفسي راح أروح وأجيب المكعب اللي هنا، يصير كل شيء أصفر إلى الآن. نصير على بداية الحلقة القادمة نسوي الكوكب ذا، فالله يعطيكم العافية، أتمنى أخوكم كان خفيف عليكم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة في أمان الله.